اما بقى سير المباراه دلوقتي، يعني انت بقى يعني في الاول فعلا كنت تقول خلاص الارجنتين الأرجنتين بالظبط ميسي اتحسمت، هيرفع صحيح كاس كاس. العالم، وبيقولوا لي دلوقتي ان هو ضيع جول ما يضيعش، اتوتر شكله خلاص اتوتر. هو مش موضوع توتر، هو يعني يمكن الهدفين المبكرين للمنتخب الأرجنتيني خلاص خلته خلاص الأمور مرتاح، إيه مرتاح، الدنيا هديت. خاصة وللأمانة منتخب فرنسا شكله ما يقولش إن هو هيرجع للمباراة تماما. يعني ريمونتادا لما بنتكلم لا فعلا على مستوى الأداء، الشكل المنتخب الفرنسي حتى مع التغييرات ما كانش باين قوي إن يقدر يعمل بس حاجة. اعتقد تغييرات ديشامب هي هي عملت، اللي قلبت الموازين. لكن هي التغييرات دي طبعا هي جرأة شويه من المدير الفني انه يعمل تغييرات من الشوط الاول. خلاص جيرو واضح ان هو ما كانش جاهز، كان رهان خاسر شويه من ديشام ان هو ينزله اساسي ويبتدي بيه، لكن هو كان عايز يحافظ على الشكل الهجومي بتاعه، مبابي ديمبلي جيرو، لكن في النهايه خسر تغيير وكسب برضو العناصر الشابه اللي نزلت كولومواني و ترام. الاثنين عملوا جبهتين مميزين جدا سواء في قلب الهجوم او في الجناح، فبالتالي كان دي ميزه ايجابيه للمنتخب الفرنسي. لكن على مستوى الفرص الحقيقيه على مرمى ايميليانو مارتينيز حارس مرمى الارجنتين ما شفناش قبل الدقيقه 70 تسديده مبابي اللي علت علت عارضه المنتخب الارجنتيني، ما كانش فيه فرص حقيقيه لمنتخب فرنسا. منتخب فرنسا مستحوذ ماسك الكره، لكن الخطا اللي وقع فيه منتخب الارجنتين هو كرر سيناريو مباراه هولندا، بمعنى ان هو ترك المنافس ان هو يعود تدريجيا للمباراه. كان واضح ان الخطوره دي يعني اكيد حتى لو منتخب فرنسا ما وصلش المرمى مارتينيز بشكل كبير، لكن ممكن ان هو منتخب يقدر يصنع فرص، عنده حلول، عنده امكانيه ان هو يقرب من المرمى اكتر من كده. وجات الفرصه عن طريق الخطا اللي ارتكبه اوتاميندي ضد تورام وضد عفوا معني، وسجل منه مبابي ضربه جزاء باعصاب من حديد، هدف أعاد فرنسا للمباراة بشكل كبير جدا. وميزة فرنسا إن قدرت تسجل الهدف الثاني بعديها على طول، يعني ما فيش فرق أقل من دقيقتين ما بين الهدفين، ودي كانت يمكن حاجة صدمة بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني اللي ما قدرش إن هو يعني يقف على رجله بعد الهدف الأول. حتى فكرة التعويض إن أنت ترجع للمباراة بهدف ثالث ما كانتش متاحة في الدقائق المتبقية، بل بالعكس منتخب فرنسا كان ممكن كمان ان هو يخطف في الوقت القاتل. يعني زي ما بس بنشيد بمنتخب الارجنتين برضو يعاب عليه التراجع اللي عمله هو دلوقتي المباراة انتهت، وطبعا هيروحوا الاشواط للوقت الاضافيه اكيد. الإضافي، واتمنى يعني انا في الحالات اللي زي دي ما تمنيش ان يحصل مكسب لاي فريق منهم في الوقت الحالي. يعني عايزها يعني توصل لضربات انا الجزاء عايزه اعرف يعني ايه، اصل ده اخر ماتش في كاس العالم، صحيح فانا عايزاه يقعد مثلا لحد الساعه 9 بالليل 10 بالليل. صحيح.